دقره وهاي وكل شيء ماكو ليش يعني. حتى بالمدرسه تعبانين صار لي انا من الاول ابتدائي لسادس اعدادي تعبان، اقعد من الصبح ابدي مصروف اخذ من اهلي واجي اقرا وهاي وكل شيء ماكو بعدين ليش. اول شيء انا طالب داخل ثلاث مواد خصوصي انجليزي وفيزياء ورياضيات، اكو طلاب وياي كل شيء خطيه، لا موفرينهم لا طلاب لا خصوصي لا هاي، مدرسين ما عندهم كفاءه، تعليم مو زين. يجي اول شيء تردي الدراسه، ثاني شيء نريد نظام زين، مدارس زين، شنو طلع رحلات مالتنا مكسره، رحلاتنا مكسره، الكتب مالتنا ناخذها قديمه، لا تدريس لا يعني كل شيء، ما حق الطالب يضرب عن دوام وبعدين هو الطالب هو من يقول لك انا ادرس باكر عقب اتخرج واقعد بسبب هاي الحكومات الفاشله اللي 2003 لحد الان وجرت.